قمة غير عادية يوم 11 من أكتوبر في سان بطرسبرغ. فلاديمير بوتين التقى رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، والمحادثات لم تشمل وضعية الأسواق الدولية للطاقة وحسب، وإنما تطرق الحديث لأوكرانيا وما بعد أوكرانيا. لم يفهم الكثير لماذا دور روسيا كقائدة للعملية بسوريا. لقد قتلت الإرهابيين برعاية دول الخليج ورفضت أن تنتقم من هذه الدول أو يطردوا من سوريا على بلدانهم كما أرادت إيران، بل سعت إلى مشاركة السعودية والإمارات في أي مسلسل للحل الدبلوماسي للنزاع السوري. رغم العلاقات السورية بين السعودية وموسكو، فإن السعودية دعمت روسيا في خفض البترول ورفضت تسقيف ثمن النفط الروسي، ولم يقف رئيس الإمارات العربية المتحدة عند هذه الحدود بل أتى إلى سان بطرسبرغ. الأمريكيون مستاءون جدا من هذه الزيارة ومن هذا الموقف المبدئي للإمارات في أزمة أوكرانيا، ودائما ضد العقوبات على روسيا. هكذا بدأ مقال هام في الصحافة الروسية يكشف إلى أبعد حد لماذا كانت الاتصالات بمحمد بن زايد أهم شيء في هذا الأسبوع. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. مقال طويل حول زيارة محمد بن زايد لسان بطرسبرغ للقاء بوتين وتهنئته بعيد ميلاده. والأمر لم يتعلق فقط بهذه المناسبة الشخصية لبوتين الذي ذكر الجميع بأن ذكرياته غير موصوفة في الإمارات العربية المتحدة عندما ذكر الجميع بذلك علنا. قل لهذا وبوتين يسعى إلى أمرين اثنين. أولا شكر مناهضة العقوبات، لأن في الخليج ليس هناك عقوبات ضد روسيا، لم تلتزم أي دولة في الخليج بمثل هذه العقوبات فأصبحت معزولة، وعزل المسلمون هذه العقوبات شيعة مع إيران سنة مع هذه المنطقة، وزاد التقارب بين قادروف وبين الإسلام الخليجي من جهة، وكل هذا جعل من الاتصالات التي بدت أنها مفاجئة ما بين كل من محمد بن زايد وقادروف. قادروف يتوسم في محمد بن زايد، يعني أن الأمر يتعلق بمباشرة هذا الإسلام والاعتراف بهذا الإسلام الصوفي إلى آخره. ربما هذا في مقارعة الإسلام الإخواني وأيضا الداعشي، كل هذا مفهوم، لكن الأمر تعدى ذلك إلى صداقة شخصية أعلنتها أمريكا بأن محمد بن زايد له علاقات شخصية وحميمة ما بين محمد بن زايد وبوتين وما بين محمد بن زايد وقادروف. وقادروف أصلا وفي عيد ميلاده دعا وبشكل واسع إلى زيارة محمد بن زايد إلى بوتين، كان يعلم بهذه الزيارة. قادروف علم بهذه الزيارة على الأقل قبل ساعات من حدوثها. هذه مسألة أساسية أولى، قادروف بوتين مع محمد بن زايد، ومحمد بن زايد بعلاقاته أولا متوازنة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا جعل مما سمي بالدبلوماسية الحالات الإنسانية الأكثر حساسية جزءا لا يتجزأ من عمل الخليج. ولذلك فإن إطلاق الأسرى من جهة أسرى غربيين مرة عبر محمد بن سلمان، وأيضا بالنسبة لمحمد بن زايد أول ما قدمه الروس أن الرد الفعل القوي الذي كان بضعفي ما لاحظناه في كييف وفي سائر مناطق أوكرانيا، تغيرت العملية العسكرية للرد على القرم لسبب رئيس كان واضحا أن الأمر سيتعدى سقف لم يكن مرغوبا من خلال الغرب. ولذلك الغرب سعى أيضا إلى استثمار محمد بن زايد من أجل تقليل ردة الفعل الروسية على ما حدث من تفجير شاحنة بالقرن بجسر القرن. إذن هذه مسألة أساسية، والمنطقة الحساسة الخطرة في رد الفعل
بعد هذه الأزمة طار محمد بن زايد من أجل تجميد التصعيد. التصعيد حدث، لكن على العموم فالإماراتيون أوقفوا وجمدوا التصعيد الروسي في هذه النقطة على وجه التحديد. وهنا لا بد من التذكير بأكثر من شيء. أولا، أن ما سمي بالدبلوماسية الإنسانية الحرجة أو الحالات الإنسانية الحرجة سلمها بوتين لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وهنا لا بد من التذكير أن الإمارات سعت إلى إطلاق الأسرى أيضا وساهمت في ذلك وسلمت كل شيء لمحمد بن سلمان. إذن الأمر هنا أصبح دقيقا للغاية. هذه هي النقطة المركزية الأولى. النقطة الثانية والأكثر أهمية أن هناك إعادة اعتبار شامل للسياسات تجاه الملف السوري. وهنا محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ما يريده الرجلان سيكون محققا في المسار وفي المسلسل، مسلسل الحل الدبلوماسي للنزاع في سوريا. إذن هذا أيضا له وجه دقيق للغاية من هذه الزاوية على وجه التحديد. إذن أمامنا دبلوماسية الحالات الإنسانية الحرجة، لدينا أيضا المسلسل الدبلوماسي للقضية السورية. وحسم هذه القضية سلمت للإمارات العربية المتحدة وبشكل كامل. تقريبا اليوم سوريا هي مع الإمارات. أيا كان وضع محمد بن زايد في الملف السوري سيكون حاسما للغاية. وبعيدا عن التصعيد أيضا في قضية الحوثي ضد البنيات التحتية للنفط والغاز في منطقة الخليج، فهذا أيضا أصبح مستبعدا. كل هذا أصبح اليوم موثقا، موثق حول قمة سان بيترسبورغ، وفيها أكثر من تدقيق بخصوص السياسة الروسية نحو الشرق الأوسط، وتريد الإمارات العربية المتحدة أن تكون جزءا من هذه السياسة. المسألة الأخرى الوساطة، حجم الوساطة، طريقة الوساطة، كل هذا، لأن زيلينسكي لن يكون في طاولة واحدة إلى جانب بوتين. لذلك فالوساطة اليوم هي وساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد بن زايد يرى في نفسه أنه يلعب هذه اللعبة في المربع الصعب ما بين بايدن وما بين بوتين في هذه المرحلة. يقول بايدن في آخر استجواب له إن بوتين عاقل. لذلك مسألة السلاح النووي والرد النووي كل هذا مستبعد نتيجة عدم تسرع السبعيني بوتين. ثانيا، أن هناك جيوسياسية يعتمل عليها، يعني الأمر لا يتعلق فقط برد وردود فعل، ليس هناك ردود فعل، هناك فقط بناء للنموذج القادم، بناء لقواعد الشباك أخرى. كل هذا يتم الآن. قد يتساءل متسائل، فلماذا يتراجع بوتين؟ يتراجع بوتين من أجل أن يقول للغرب أنكم أيضا انتصرتم. فبالنسبة إليه سيكون اقتسام لخرسون، وسيكون جزء من زابورجيا، وستسمى زابورجيا، وستسمى أيضا خرسون، وهكذا ستصبح خرسون الروسية وخرسون الأوكرانية. هذا تقسيم بالنسبة للعبة الخارطة النهائية. ما عليه سيكون من أجل خارطة لا تستتبع حربا أخرى. يريد خارطة كما حدث تماما مع جورجيا، وهناك صمود لوقف إطلاق النار الذي انتهى إليه الطرفان. لذلك الرغبة الأساسية في الوصول إلى وقف إطلاق نار شبه دائم، هذا هو المهم لدى بوتين. ويعرف جيدا أن لعبة الاستنزاف وحرب الاستنزاف سيكون مؤثرا. ولذلك الوساطة اليوم هي وساطة ضرورية، لأن وساطة أردوغان هي وساطة بين زيلينسكي وما بين بوتين. والآن هناك شويغو وهناك من يتحدث
على أساس الجيش، يعني أن الجيش يريد أردوغان إدخاله مرة أخرى عن طريق شويغو أمام اللعبة الأخرى التي يقودها محمد بن زايد بخصوص الوصول إلى خفض التصعيد في الملف الأوكراني. من جهة أخرى، لم يسمح محمد بن زايد بهذه الزيارة في أي تصعيد إضافي لتسليم أسلحة الجديدة وبمداوات أو بمدى أكبر. صفقة حالية حول الخطوط وقواعد الاشتباك الجديدة بعد القرم وبعد الهجمة على كييف. ومن المهم في هذا السياق أن نذكر بما ذكر بي تماما المقال وأيضا أكثر من صحيفة، عندما قالت بأعضاء للكونغرس الأمريكي عندما دعوا وبشكل واضح إلى إزاحة الإمارات من منظومة الدفاع الجوي الحالية، يعني أن كل من السعودية وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة فهي أبعد بكثير من الدفاعات الجوية. هذا سيسمح مرة أخرى بالعودة إلى مربع الآس 400. وأخطر من ذلك، فقد طلب بوتين من محمد بن زايد ما هي حاجياته بشكل كامل لإرسالها ولو من المخزون الاستراتيجي لروسيا، وهذا الذي يتأكد معه أن الأمر لا يتعلق فقط بعلاقة عادية أو صورية، بل علاقة قوية تسعى إلى حماية الإمارات العربية المتحدة في ظروف تجعل منها أساساً بمثابة إحضار الصديق الأقرب إلى إيران وإحضار أعداء عدو لإيران إسرائيل من أجل حماية المربع الاستراتيجي للإمارات العربية المتحدة. هنا يمكن فعلا أن يتأكد أن هذه العملية عملية مدروسة للغاية، وأن هذه الزيارة وهي أيضا تخدم من جهة أخرى بوتين في علاقته مع قديروف ومع الاتصالات وغيرها، كل هذا يجعل الأمور أولا دعم واسع للعملية العسكرية من طرف الشيشانيين، 70,000 شيشاني، وهذا يأتي بمباركة من محمد بن زايد، وقديروف يعتقد بشكل كبير جدا في هذه العائلة. الأمر الآخر أن هناك نقل جنود الآن، إن أراد محمد بن زايد ما يصل إلى 50,000 جندي شيشاني لحماية الإمارات سيفعلون الآن وبفتوى. معنى ذلك أن وضعا جيدا بالنسبة لا لبوتين ولا لمحمد بن زايد في علاقتهم بقديروف. إذن أمامنا منظومات الدفاع الجوي بالجملة، فلو أراد الأمريكي أن يزيح الإمارات لأصبحت أمامه الآس 400 على أساس أن هناك بند قانوني أعطي لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحيث أن أي وسيلة أي سلاح أي وسيلة دفاع لإيران أو موجهة إلى إيران من الصين أو من روسيا يمكن لكل من الإمارات والسعودية اقتناءها لخلق التوازن. يعني إن كانت لدى إيران أس 400 فلدى الإمارات أس 400، وهذا بمنطق القانون، ونحن نشرنا القانون وبنوده في فيديو مستقل. معنى ذلك أن هنا وضوح أن الأس 400 أو الأس 500 كل ما لدى إيران لدى كل من الإمارات والسعودية الحق في شراء نفس ما لدى إيران. إذن أمامنا مثل هذا الوضوح، والآس 400 الآن ستكون في إيران، وستكون الآس 400 ومن حق الإمارات أن يكون لديها وبالقانون الأمريكي الآس 400، وهذا الانتشار سيكون معززا ليس المنطق القانوني فقط، وإنما أيضا، وهذا الذي أكده محمد بن سلمان لمحمد بن زايد باتجاه القيادة الروسية، أن الآس 400 قد يكون الطلب السريع لتوجيهه إلى المملكة العربية السعودية والإمارات
في حال تسليمه إلى إيران، وهذا من أهم الصفقات التي أنجزت الآن. معنى ذلك أننا أمام ترتيب شديد غير مسبوق في علاقة الإمارات العربية المتحدة وروسيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.